اه انا فين؟ الحمد لله انك فوقتي. انا فين بالظبط؟ انت في المستشفى لانك كنت في حادثة كبيرة قوي. طيب بابا وماما فين؟ انا اسف على الخبر اللي هقولهولك، الحادثة كانت كبيرة قوي عليهم، وباباك ومامتك دخلوا العمليات لكن ماتوا الله يرحمهم. لا بابا وماما ماتوا. هعمل ايه من غيرهم؟ انا ما عنديش اي قرايب خالص، هما كانوا عيلتي الوحيدة. يعني ايه؟ يعني ما عندكيش عم او خال او جدة او جد؟ لا ما كانش عندي غير بابا وماما. كده مفيش حل غير ان اكلم دار رعاية علشان يجوا ياخدوك من هنا، وهم اللي هيهتموا بيكي، واكيد هتلاقي اب وام جداد هيتكفلوا بيكي. لا انا مش عايزة اروح دار رعاية، انا عايزة بابا وماما. معلش، ده اللي لازم يحصل، كل الاطفال اللي زيك لازم يروحوا دار رعاية لحد ما يبقى عندهم بيت جديد. يلا حاولي ترتاحي شوية لحد بكرة. نور، ده أستاذ يونس صاحب دار الرعاية اللي انت هتروحي معاه، وان شاء الله هتبقى مبسوطة، هتوحشيني يا نور. انا مبسوط ان انت هتبقي معانا يا نور. انا مش عايزة ابقى معاك، انا عايزة اروح مع ماما وبابا. معلش يا نور، انا عارف ان الموضوع صعب، بس مع الوقت هتنسيهم وهتقدري تتعودي على حياتك الجديدة. يلا تعالي معايا يا نور. ده يا نور هيبقى بيتك من دلوقتي. بس انا مش عايزه ابقى هنا. مش بمزاجك، انت هتفضلي هنا غصب عنك، واحسن لك تتعودي على المكان، مش احسن ما تترمي في الشارع. انت بتزعق لي ليه؟ لازم تعرفي عني حاجه كويس، انا مش بحب البنات الصغيره اللي بتقعد تشتكي على طول. ايه ده، انا خايفه منك، انا كنت بحسبك طيب. لا مش طيب، ولازم تسمعي الكلام يا اما هتقعي في مشاكل. لا انا مش عايزه افضل في المكان هنا. بنت، ما تخلينيش اضربك. الله، هي دي نور اللي هتبقى معانا في طار الرعايه؟ أيوة هي دي نور، عايزك تعرفيها قواعد المكان وتعلميها كل حاجة، إيه اللي يتعمل وإيه اللي ما يتعملش. حاضر يا فندم، ادخل انت استريح وأنا هاخد بالي من نور. عاملة إيه يا نور؟ أنا مش كويسة، أنا خايفة من الراجل اللي كان واقف هنا، بيقول اللي هو يعاقبني ويضربني. بصي يا حبيبتي، حاولي تعملي نفسك اللي انت مش شايفاه، وما تحاوليش تتعاملي معاه، والتزمي بالقواعد وخلاص، اللي ياما هتعدي. يلا تعالي، في واحدة صاحبتك جوه هتحبيها قوي. ازيك يا ليلى؟ اهلا، ازيك يا مس اماني؟ مين اللي معاكي دي؟ دي نور، هتبقى صاحبتك من النهارده. ازيك يا نور، انت اموره قوي، احنا ممكن نبقى نلعب مع بعض. ان شاء الله نبقى اصحاب. خلاص انا هسيبكم يا بنات تلعبوا مع بعض. تعالي نقعد نتكلم شويه. هو انت هنا بقالك كتير؟ انا اتولدت لقيت نفسي هنا، معرفش اي مكان في الدنيا غير هنا. هو ايه اللي حصل لعيلتك؟ انا عمري ما شفتهم، بيقولوا ان هما ماتوا في حادثه. انا كمان بابا وماما ماتوا في حادثه. الله يرحمهم، وان شاء الله تبقي مبسوطه معانا هنا. مبسوطه ازاي؟ انا خايفه من المدير قوي. ايوه فعلا، ده شخصيه صعبه جدا، حاولي تبعدي عنه، على طول عصبي وبيزعق. ايوه فعلا هو زعق لي، وحاسس ان هو مش بيحبني. يا نهار ابيض، ده لو مش بيحبك هيخلي حياتك صعبه قوي. يا ماما انا خايفه. ما تخافيش، انا هبقى دافع عنك. متشكره يا ليلى، انت شكلك طيبه قوي. ايه ده، انتوا قاعدين تتكلموا سايبين اللي وراكوا؟ ورانا ايه؟ انا معرفش حاجه. ده الميعاد بتاع تنظيف الحمامات، يلا يا نور روحي نظفيه. ايه وانضف حمام؟ انا عمري ما عملت كده. هنا لازم تعملي كده. بس دي مش شغلتنا، انت المفروض تجيب حد هو اللي ينظف. انت هتعلميني شغلي ولا ايه؟ وبعدين انا بوفر فلوس، انتوا اللي هتنضفوا، هتعملوا كل حاجه في المكان هنا، ويلا حالا يا اما هتضربي. ايه مالكم، في ايه؟ بقول لنور تروح تنضف الحمام وهي مش راضيه، وشكلي هعاقبها. على فكره يا فندم، دي مش شغله البنات. اسكت انت يا اما هتطردي. لا خلاص ما تطردهاش، انا اروح انضف الحمام. وانا هاجي اساعدك يا نور. يا فندم حرام، ما ينفعش كده، دول لسه صغيرين. قلتلك خليكي في حالك يا اما هطردك من الشغل. قلتلك المدير ده مش بيحبني. طلع عندك حق، ده شكله هيتعبك في المكان هنا قوي. الراجل ده ما يستحقش يكون مدير المكان، مس اماني هي اللي تستحق، طيبه وبتعاملنا كويس. مساء الخير. مساء النور، اقدر اساعدك ازاي؟
انا هنا علشان عايزه اتكفل ببنت من البنات اللي عندكم. ربنا يجازيكي خير، تعالي عشان اوريكي البنات. يا رب يكون المكان عجبك وتكوني لقيتي بنت تعيش معاكي. البنات كلهم حلوين قوي وطيبين جدا، بس اكتر بنت حبيتها هي نور. لا للاسف مش هينفع تاخدي نور عشان هي لسه جايه جديده، انت ممكن تاخدي ليلى. ايه ده، هي لازم تقعد كتير عندكم علشان ينفع حد ياخدها؟ ايوه هي دي القواعد، اللي يجي الاول يمشي الاول. بس يا فندم احنا عمرنا ما طبقنا القاعده دي. اسكتي انت خالص، قلت ايه، هتاخدي ليلى؟ اه مفيش مشكله، انا ممكن اخد ليلى. تمام يلا يا اماني حضر لها الورق. هو ماله مش عايزني اخد ليه نور؟ بصراحه ما اقدرش اديكي اي معلومات. ما تخافيش انا مش هحطك في اي موقف محرج، ارجوكي قوليلي الحقيقه. بس كده انت ممكن ما تاخديش ليلى وهي بنت كويسه. مفيش مشكله انا ممكن اخد الاتنين، بس تقوليلي ايه اللي بيحصل في المكان هنا بالظبط. انت متاكده ينفع تاخدي الاتنين؟ ايوه انا الحمد لله معايا فلوس كتير جدا وعايشه كمان لوحدي، فممكن اخليهم يعيشوا معايا هما الاتنين. طيب الحمد لله، انا متاكده انك هتحب البنات دول قوي. يلا قوليلي الراجل ده كويس ولا لا؟ بصراحه المدير ده وحش جدا وبيحب وبيكره وبيخلي البنات تشتغل في حاجات ما ينفعش تعملها، بينظفوا الحمامات وبيعملوا الاكل وبيرتبوا المكان، كل ده علشان يوفر فلوس. بعد الكلام اللي انا قلته لك ده انا متاكده ان هو هيطردني، بس مش مشكله انا زهقت من المكان ده اصلا. يا نهار ابيض، ده مش بني ادم، ازاي يعمل كده في بنات صغيره؟ المفروض ان هو مسؤول عنهم، يعني يخليهم يعيشوا حياه كويسه، مش كفايه ان هم ما عندهمش عيله؟ صدقيني كل اللي انت قلتيه هيفضل سر ما بيننا، وانا هعرف اتعامل مع الراجل ده. انت حضري الورق وانا هعمل شويه تليفونات. ماشي حاضر هستناكي. بنت ايه الشنطه اللي في ايدك دي؟ في واحده ست جت وقالت اللي هي عايزه تاخدني، فانا جاهزه هروح معاها. لا خلاص مش انت اللي هتروحي معاها، ليلى هي اللي هتروح. ايه ده ليه، هي اختارت نور؟ انا اقنعتها تاخدك انت يا ليلى، عشان نور لازم تستنى هنا شويه عشان تتعلم الادب. يلا جهزي نفسك يا ليلى. ايه ده فين الست، هي راحت فين؟ هي راحت مشوار وهتيجي، وعلى فكره هي عايزه تاخد البنتين. ايه ده مش احنا قلنا هتاخد ليلى؟ على فكره دي ست غنيه قوي وينفع تتكفل باكتر من بنت، وانا اتاكدت وعرفت ان هي من اغنى الناس هنا في المدينه. اي كده ايه؟ حضرتيلي الورق؟ ايوه حضرتهولك يا فندم. مش احنا اتفقنا هتاخدي ليلى بس، وده اخر كلام عندي، انت مش هتاخدي الاتنين. لا ما انت ما بقاش ليك كلام هنا اصلا. لا ليه طبعا انا مدير المكان. خد بس اقرا الورقه دي. ايه ده المحافظ طردني من المكان ومحولني للتحقيق؟ ايوه مشكلتك انك قابلت بنت المحافظ، والحمد لله ده لصالح البنات. يلا روح له علشان هو عايزك حالا. انتي السبب، انتي السبب، ضيعتيني. انا شايفه انك انسب حد يدير المكان دلوقتي. ايه ده، ده بجد؟ ايوه انا كلمت المحافظ وانت خلاص بقيتي مديره المكان، وانت اكتر واحده تعرفي البنات وهتعرفي تتعاملي معاهم كويس. اوعدك يا فندم المكان يمشي كويس ويبقى احسن من الاول. انا متاكده من ده. يلا هسيبك دلوقتي، هجيلك بكره نخلص الورق واخد البنات. مبروك يا ميس اماني، احنا بنحبك قوي وهتوحشينا. الله يبارك فيكم يا بنات، وانتوا مبروك عليكم عيلتكم الجديده. خلونا النهارده بقى نستمتع اخر يوم مع بعض علشان دايما تفتكروني.